الانتخابات الوطنية في شهر آذار اللي هو بتزامن في 21 3 يوم الأم ويوم الكرامة، وأيضا بدنا نتحدث عن ذكرى يوم الأرض الصادق 30/3. اليوم هذا اللقاء في مدارس الوكالة في مخيم طريقكم تحديدا مع بناتنا الطالبات وبالتنسيق مع التوجيه السياسي والوطني في محافظة الكرم للحديث عن المناسبات الوطنية في شهر آذار. 21 آذار هو يوم الأم ويوم الكرامة، و30 آذار هو يوم الأرض. سنتحدث عن هذه المناسبات الوطنية مع طالباتنا للتذكير في هذا اليوم الخالد، معركة الكرامة التي شكلت صمود وأيضا انتصار عظيم للشعب الفلسطيني من قبل القيادة والثورة الفلسطينية، والانتصار على الجيش الاحتلال الإسرائيلي. وأيضا سنتحدث عن ذكرى يوم الأرض الخالد، الانتفاضة الشعبية الوطنية التي حصلت في العام 76 ضد الاحتلال الإسرائيلي. وأيضا سنتحدث عن الدور الكبير والعظيم للقيادة الفلسطينية وأيضا للأجهزة الأمنية التي قامت وما زالت تعمل من أجل الدفاع عن الأمن والأمان والحفاظ على ثوابتنا الوطنية الفلسطينية والدفاع عن الوطن والمواطن. هذه المفاهيم الوطنية سنعمل بشكل عام للحديث عنها في هذه المناسبات الوطنية.